مرحبا بك يا بدر. أنت ربما في احتفالية مركزية تقيمها نقابة الصحفيين، لو تطلعنا على الأجواء من حولك، ربما الاحتفالية شهدت حضورا دولي. نعم زملائي، تحية لكم وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين كل عام وجميع الزملاء الصحفيين وكذلك الصحفيات في هذا الخير. نتواجد هنا في متنزه الثورة، هناك احتفالية يقيمها الوسط الصحفي وأيضا الأسرة الصحفية برعاية واحتضان من قبل نقابة الصحفيين. نتحدث عن 14 فرع للنقابة حاضر هنا في متنزه الزوراء، يقومون على بشكل منفرد باحتفاليات هنا بالذكرى السنوية 154 لعيد الصحافة وتأسيس الصحافة العراقية. الجميع حاضر اليوم من مختلف المحافظات العراقية، وأيضا يوم غد سيكون أيضا هناك احتفالية مركزية بحضور جميع الشخصيات الرسمية. أيضا اليوم حاضر السيد نقيب الصحفيين وأيضا عدد من الشخصيات الحكومية وكذلك الأكاديمية وأيضا رواد الصحافة. الجميع حاضر اليوم ومشارك في هذه الاحتفالية الخاصة بعيد الصحافة. دعني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع ضيوفي ومن يتواجد بالقرب مني، الست بان القبطان عضوة نقابة عضو مجلس النقابة في الصحافة. أهلا وسهلا بك ست بان، حدثينا إذا أمكن عن تحضيراتكم اليوم بالنقابة وكونك اليوم عضو مجلس النقابة، شلون رتبتوا هذه التحضيرات في هذه المناسبة العزيزة؟ أولا كل عام وقناتكم والأسرة الصحفية بألف ألف خير، يا رب المزيد من التألق والنجاح والازدهار في نقل صوتكم المسموع لكل أنحاء العالم ليس في العراق فقط. طيب. التحضيرات مستمرة منذ أيام وشكلت خلية عمليات برعاية وبدولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني القائد العام للقوات المسلحة ورائي الحفل، باعتباره شكلت خلية من غرفة عمليات وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة الخارجية وزارة النقل وأمانة بغداد. أوجه وأحيي شغلهم وأحيي أمين بغداد ولكل العاملين على هذا التنظيم والترتيب لأمانة بغداد. من بعد يوم غد راح يكون عندكم استقبال للضيوف للوفود العرب اليوم أيضا كانوا حاضرين. صباح النقابة شهدت توافد وفود عربية وأجنبية من الصباح ولحد يوم غد إن شاء الله يصل كل الوفود المشاركة لاحتفالية عيد الصحافة. شكرا جزيلا لك. نعم زميلي، ينضم معي أيضا الأستاذ محمد الربيعي المدير العام للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد والمتحدث باسم أمانة بغداد. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. أهلا بك ضيفا عزيزا على شاشة التغيير ونشرة الحصاد. حدثنا إذا أمكن عن مشاركتكم بهذه المناسبة وأيضا مشاركة أمانة بغداد بالتحضير لهذه الاحتفالية. منذ 15/5 توجه السيد رئيس الوزراء، وجه إلى أن أمانة بغداد تكون العنصر المشارك الفعال، وجه السيد أمين بغداد العلاقات والإعلام، ونحن في اجتماعات متواصلة مع النقيب ومع الفريق المشكل الرئاسي أو اللجنة المركزية العليا. حقيقة نحن فرحانين أنه بدأ نبارك لهم للصحافة العراقية ونبارك لنفسنا هذا العيد الكبير هو 154، بنفس الوقت نقف إجلالا وإكراما لشهداء الصحافة، شهداء الصحافة اللي أعطوا آخر شهدائهم في المعركة الكبيرة على داعش، وكانت هناك عدد كبير من الصحفيين الذي ذهبوا شهداء منذ تأسيس الصحافة إلى اليوم. اليوم إحنا الزوراء تحتفل في 14 محافظة من شمال كردستان إلى البصرة الفيحاء، وكل محافظة هيئنا لها أجواء كاملة، دائرة المتنزهات والتشجير، العلاقات والإعلام، الوعي البلدي، الثقافة، الجميع منتشر في إحياء هذا اليوم وتقديم كافة الخدمات اللوجستية خاصة خارج الزوراء. أيضا بلدية الكرخ اللي ما ذكرت مديرها العام موجود، وأيضا ما حول الزوراء تهيئة خاصة، ثم ننتقل إلى بلدية العظمية راح نهيئ إلى برنامج ألف ليلة وليلة اللي هو يوم بعد غد. يوم السبت، بكرة جمعة، يوم السبت هي ثلاثة أيام، الخميس والجمعة والسبت. إحنا هذا دورنا كأمانة بغداد، نقف وياهم وهذا واجبنا، وبعد توجيهات السيد الرئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني المحترم نشوف أنه هذا العمل في بغداد والبهجة وفرحة العراقيين. حقيقة أنا لفت انتباهي بدر شغلة واحدة، أبو البصرة وأبو كردستان وأبو الكوت وأبو الأنبار لزمتهم كلهم حكيت وياهم، صارنا ثلاثة أيام
قال احنا ما كنا مصدقين بيكم. قلت له ليش؟ شكو ليش ما مصدقين بينا؟ قال يعني هالتنظيم الرائع وهالاحتفال بين الرائع وهالإدارة الرائعة من متنزه الزوراء من المدير العام ومن فريقه من الساعة وحدة يوم أمس الظهر إلى الآن وإحنا الساعة 9. فهذا الجهود الحمد لله والشكر إن شاء الله ويعذرونا من التقصير إذا بدر أي تقصير من عندنا. شكرا جزيلا إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. الله يبارك فيك. نعم زملائي يعني نتحدث عن 14 محافظة متواجدة هنا في متنزه الزوراء، الجميع يشارك حتى في تبادل وجبات الطعام، يعني محافظة الأنبار تشارك مع محافظة البصرة بوجبة العشاء، ديالى أيضا مع محافظة النجف وكربلاء، بالتالي هو كرنفال وأيضا أمسية جميلة حاضرة فيها جميع الكوادر الصحفية. شكرا لك بدر. نعم شكرا لك ولضيوفك الأكارم، كنت معنا من موقع الاحتفالية بعيد أصل.